ايوه اوعي تخليه يمشي. انا داخله عليكي اهو يا نوسه. نوسه اوعي تخليه يمشي عشان خاطري. ها لازم تكلمي صالح، ما ينفعش مفاجاه كده. لا لازم مفاجاه عشان هو كان لازم يعدي على اخته، مش كل مره يجي ويهرب كده. بقول لك يا مجدي حط لي شويه كمان. طبعا يا عم، انت جالك اللي بيدفع. انت مال اهلك يا مجدي؟ ليك تاخد فلوسك وبس. يا عم خلاص، خد هات يا عم الحاجه. انت ما تعمل ده، خد ودول هديه مني على حسابي جدعانه. خد انت بتدي حاجه؟ اه بدي طول عمري بدي. مش مصدقك يا اخي. كل قول يلا. عشان ما تديله البسكوت يا مجدي. يا عم خليك في حالك يا عم. يا عم خد في داهيه بتاعتي احنا اسمك. يا عم انا مش واخد بالي. اديله البسكوت. خير متجمعين كده ليه على الصبح؟ مين نجيب في سيرتك يا قمر؟ شوف الراجل وحشتك ولا ايه؟ مجدي دايما يا جمل على طول. بجمل ده ايه يا اخويا؟ ليه؟ هو انا مش قمر؟ قمر ايه؟ ده انت قمر وشمس، ده انت المجموعه الشمسيه على بعضيها. حس صاحبك عني يا شوقي، شكله عاوز يعيده من تاني. يا ريت واحنا الطول. بس ما دام اتجمعنا كده انا كنت عايزك في كلمتين. انت كده انت وشوقي. لا يا اخويا انا ورايا شغل وعندي زباين في المحل. ده كلمتين على طول كده؟ اصل انا كنت بالصلاه على النبي كده عايزكم في مصلحه. مصلحه ايه يا مجد؟ يعني كنت عايزكم تكلموا صالح كده على البيت. يعني البيت بقاله فتره كده مقفول ومركون وداود وبتاع، وانا كنت عايز اشتري. بس البيت ليه اصحاب بكره يسالوا عليه، وبعدين صالح واخواته روحهم في الحته. انا ماليش دعوه بالبيت. انا مش عايز البيت، انا كل الحكايه الدكانين اللي تحت دول، بدل ما هم مقفولين كده افتحهم انا وهلهم تعيش ونرزق كلنا. اخلي الدكانين دول للشاورما والعربيه دي للبسكوت، قصدي للسمين. يعني انت عايز تاجر منه الدكاكين؟ اه. اعمل ايه بالبيت؟ اي رزق لينا كلنا، انا ارزق وهو يرزق وكده. طب يا اخويا ما اخد منه انا الدكاكين دي على الاقل اوسع عندي بدل الجحر ده. حلو قوي. لا ده البيت احلو في عينيكم. اشوف لنا بقى حاجه تحلو في عينيا يا بسكوت. السلام عليكم. راجل الناقص. خد يا ست الكوكي. هو السكوت علامه الرضا ولا السكوت هنا غضب ولا ايه؟ صالح تجري اختك وراك. ازيك يا هند؟ الحمد لله كويسه. بقول ايه؟ اجيب الشاي؟ لا. صالح وحشتني يا صالح. بص لي يا صالح، بص لي عشان خاطري. طب خلاص يا هند، ما بحبش حد يخطبني. بقول ايه يا جماعه؟ ما نطلع الشقه فوق عشان نعرف نتكلم. نتكلم في ايه؟ يلا نطلع الشقه يا صالح. يلا يا صالح. يلا يا صالح عشان خاطري. محدش يقلق، كله زي ما هو. الله يا باشا، الجو ده انت مخدوك كده ليه؟ لا مؤاخذة. ابدا خير. انا بس كنت جاي اسال سعادتك احنا هنجدد ولا بح كده؟ بكره ان شاء الله تيجي تاخد ايه؟ مفتاح الشقه ولا ايه؟ لا الاجره. طب ايه هتزيد 10%؟ عادي انا جاهز. طب يا باشا يعني ما الزمكش غدوه عشوه شويه ميه اي حاجه؟ طيب الله الله الله. طب ما الصحبه حلوه يا باشا. دول زمايلي بنذاكر. اعرفك كليه علوم زراعه هندسه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طب بما ان الاساتذه موجودين كده وانتوا اصحاب علم، انا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اه طبعا اتفضل. هو يعني الواحد لو مؤاخذه لو مات وهو مليان عيوب كده تفتكروا ربنا يسامحه؟ اه كده الكلام عايز له قعدات كتيره. احنا في مجتمع كله عيوب. المجتمع يا اخوانا، احنا مالنا مال المجتمع؟ ما كل واحد اضرب حاله يا جدعان. واضح كده ان انتوا اخر لخبطه زي كل الناس. لا لخبطه ولا حاجه، انت بس اللي محبكها شويه. طب انا هستاذنكم انا بقى يا جماعه، لو يلزمك اي حاجه يا باشا لغيني. ربنا يخليك يا ماهر. سلام عليكم. مع الف سلامه يا ماهر. مع الف سلامه. يوصل بالسلامه. سلامه يا استاذ.
اتفضلوا. أنا مش فاهمة بس أنت إيه مزاجك في الشقة العجيبة دي؟ يعني مالها شقة أختك بلاش شقة أبوك؟ كل واحد ينام على الجنب اللي بيريحه. ليه يسمع كده يقول أختك غلطت مع واحد؟ أغلط؟ لا ما غلطتش. وبعدين حتى لو غلطت تخاصمني 3 سنين؟ افرض حصل لي حاجة، افرض مت. إزاي تنزل مصر من غير ما تدور على أختك؟ أختي أختي اللي راحت اتجوزت من ورايا وما عبرتنيش. أنا قلت لك بدل المرة 1000. أنت يا صالح اللي رفضت وشتمت وهددت. ده على أساس إن أنت بتخافي. لو بتخافي ما تتجوزيش من ورا إخواتك. اتجوزي مين؟ اتجوزت لي خواجة. سلمان مش خواجة. لا خواجة ومش من ملتنا. الله جرايا يا جماعة مش كده. استني أنت يا نوسة. سلمان مش خواجة يا صالح. سلمان أسلم عشان يتجوزني وما اتجوزناش في كباريه، اتجوزنا في الأزهر. اتجوزتي غصب عني. واحد معرفوش، معرفش عنه أي حاجة. وأنت تعرفه منين؟ ده الدكتور بتاعي، تعرفه منين أنت؟ سامع البت؟ يا فرحتي وأنت بتقولي الدكتور بتاعك. الدكتور بتاعك يعني أكبر منك في السن. أنت شفت منظره؟ شفت شعره؟ ده شعر حمزة القطنية البيضة. أنت بتعملي في نفسك كده ليه؟ بس الغلط مش عندك. الغلط عندي أنا. أنا اللي سبتك تروحي الجامعة وتدرسي وتروحي وتيجي براحتك. تاني؟ لا معلش بقى يا صالح أنا ما غلطتش. أنا بدور عليك طول عمري وساكتة، عمري ما قلت لك مشاكل. مشاكل إيه يا أم مشاكل؟ انت هتخترع مشاكل؟ انا لولا الجامعه بتاعتك عمري ما كنت سبتك لوحدك. عارفه. وانا فضلت مستحمله لحد ما قدرتش اعيش لوحدي. فاتجوزتي بذمتك بتسمي دي جوازه؟ ايوه جوازه، واحسن جوازه. ولا علمك بقى سلمان اللي مش عاجبك ده شايلني من على الارض شيء. الهي يا رب نشيلك مرابعه. اسر وعايزه ايه مني؟ عايزك تصالحني يا صالح. تطلعي من الواد دلوقتي. ايه يا صالح اللي انت بتقوله؟ جرايا نوسه ما تتدخليش. عايزه تصلح تتطلق. انا اذنكم. استني يا هند استني. سيبيها تروح للخواجه بتاعها. وانت روح دور على اخواتك اللي انت ضيعتهم. حاسبي يا نوسه. استني يا هند. هند هند ليه كده يا صالح؟ سايق عليك انها بتسيبيني في حالي يا نوسه. هند كي باسا؟ لا انا هسوق. اورفا بقول سليمان انا اللي هسوق. استاذ مين؟ هند ما تسوقش فيها يا صالح. البت دي ب 100 راجل، كفايه انها ما نطقتش العيب عشان ما تزعلكش. جرالك ايه يا موسى؟ عيبت اللي انت عايزها تنطقها. العيب يا صالح ان انت عايز ترجع تلاقي بنت زي دي مستنياك سنين طويله. انت عارف ان انت غلطان. غلطان في ايه ان شاء الله؟ مش حاسس انك غلطان؟ مش حاسس ان انت سبت بنت زي القمر سنين طويله لوحدها؟ كل اول شهر بترمي لها قرشين وخلاص؟ وبعدين هي البنت عملت ايه؟ البنت اتجوزت على سنة الله ورسوله. مش من حقك ان انت تبهدلها وتبهدل جوزها بالشكل ده. وبعدين يا اخي اتقي الله فيها، دي من ساعة ما امها ماتت وهي شايلة نفسها. لا تنفع محامية والله يا نوسة. خد يا نوسة ايجار الشقة. ده احنا لسه بنقول يا هادي. وبعدين انا اديت صاحب الشقة اسبوع مؤدي. بسيطة. إيجار أسبوع يا نوسة. يا صالح الموضوع مش موضوع فلوس. هو أنت عايز ترمي الفلوس وتهرب وخلاص؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا أستاذ في حاجة؟ أنا سألت عليكي في المكتب يا نوسة، قالوا إنك هنا ومعاكي ضيوف. مين الأستاذ؟ ده الأستاذ سعد مدرس اللغة العربية في المدرسة اللي جنبنا. وجوزها؟ طليقها، طليقها يا سعد. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ سعد. لا لا الاستاذ سعد مستعجل. ايه؟ مستعجل. لا انا اللي مستعجل، عندي سفر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صالح صالح استنى بس هقول لك. خليك مع الاستاذ سعد، ربنا يسعدك. السلام عليكم. هي بقت كده؟
نعم عايزي. مين ده يا نوسة؟ وانت مالك؟ زبون؟ زبون، هو اكيد زبون. كويس انه ماشي وسابنا لوحدينا، باين عليه دمه تقيل قوي على قلبك. ما انا قلت لك سيبك من الدوشه دي كلها، تعالي نرجع لبعض انا وانت. عليا النعمه اريحك على الاخر. انا بقت الحصه اللي بديها دلوقتي ب 100 جنيه هديك الربع مش خساره فيكي. بقول لك يا سعد انا ما فيهاش دماغ للكلام ده، يلا هوينا. ما هو بصراحه بقى نوسة انا تعبان قوي من غيرك، لا قادر ولا عارف اعمل اي حاجه. طب وربنا نمي عرض عليا خمس بنات اتجوز منهم واحده بس ما فيش ولا واحده فيهم داخله دماغي. هو انت ما بتزهقش من الموال ده يا سعد؟ عايز تفضل كل شويه تنط لي؟ بقول لك ايه، هو انت عايز الناس تقول عليا ايه؟ ولا هتقول حاجه ولا هتعيد. ايه في ايه مالك؟ عاجبك اللي انت فيه ده يعني؟ اللي هو ايه اللي انا فيه ده يعني؟ ما سايبه نفسك كده من ساعه ما اتطلقنا. ايه يا نوسة مالك؟ عليا النعمه انا مش فاهم احنا اساسا اتطلقنا ليه، غيرش ان انا بس كنت بحب امي حبتين زياده. وبعدين يا نوسة انا بصراحه شديده يعني، والله العظيم ورحمه ابويا انا ما في واحده دخلت قلبي غيرك. تعالى يا نوسة نرجع لبعض وانا هريحك على الاخر وهعوضك كل اللي فات، ومش هرفض لك اي طلب، مش بس اي طلب، اي امر مش هرفضه لك. نوسة نوسة لما بردان ومتكتك ليش لابس هيك؟ روح البس ثيابك. مغزى يا باشا مغزى. روح فكر نفسك فين؟ الجو هون برد. مغزى بقى يا باشا، الجو الكابينه ايه نار، لكن هنا انت زي ما انت شايف بقى تلج. وين الاوراق؟ ثانيه واحده يا باشا. وين رايح؟ على الأردن يا باشا. ماشي محمد. مكتوب حضرتك في البيان ليمون. ليمون اللي هو الليمون الصغير بتاع مصر الحلو ده. كل شيء حلو في مصر. الحمد لله. روح وراح اندهلك. حاضر يا باشا. ايوه صالح. يا عامر مال صوتك مخطوف كده؟ انا في نقطه تفتيش، هخلص بس واكلمك على طول. سلام يا حبيبي. سلام يا اخويا. سلام يا اخويا. ترد بقى يا صالح. انوسه. ايوه يا صالح. صدقني انت بنت حلال جايه على الكوبليه اللي انا بحبه. والله قال يعني مش فاتر مش فاكرنا حب غيرنا. سامعة؟ أنا هرجع لطليق. طب مبروك يا نوسة. مبروك؟ ده بدل ما تقولي ما تتسرعيش وخدي وقتك في التفكير بتقولي مبروك؟ وراي يا نوسة؟ أنت اللي متصلة وبتقولي هرجع لطليق، عايز أنا أقولك إيه يعني؟ بشغل. سلام.